وأول حاجة تبدأ بها كان في بيتكم، كان مع أمك، كان مع أبوك، التوحيد. ما تبقى داعية بليد تجي تمسك بس الغنى، كسر شرطة الغنى وفرفور كسر أشرطته. لا، أبدأ أول حاجة بالعقيدة. ما يسمعوا المداحين ديل، مداحين ديل خير منهم فرفور ذات ولو بيجي يمدح. المهم البلد جاطر. فالشرك الخلاصة إنه الشرك شنو؟ أخطر من باقي المعاصي حتى لو كانت كبائر. فأنت لو عرفت المعلومة دي إنه الشرك أخطر من أي جريمة ولو كانت كبائر، يبقى تعالي الشرك أول حاجة. بعد ذاك تمشي لشنو يا جماعة؟ للحاجة الثانية. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في حديث معاذ، حديث ابن عباس، لما بعث معاذا إلى اليمن رضي الله عن الجميع، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن شنو يا جماعة؟ يوحدوا الله. دي أول حاجة تدعو لها الناس في بيتك، زوجتك، أبوك، أمك، تدعوهم أول حاجة للتوحيد. وخلي نقاشك دائما في الشرك ما يكون كلام عام زي التوحيد اللي بيسموه الحزبين توحيد. يقول لك والله التوحيد لذيذ، لذيذ ده محل هناك، وما اعرف ليك الشرك خطير وشنو ما بعرفه. لا، هذا ما التوحيد، ولا دي دعوة الأنبياء. دي ما دعوة الأنبياء. دعوة الأنبياء كان فيها تفصيل. لما دعاهم نبيهم قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ده كفار، ده كلام الكفار، ده ما كلام المسلمين. شوف شرحوا معنى لا إله إلا الله كيف. معناته شنو؟ لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ده شرح إلى لا إله إلا الله ولا ما شرح؟ ده كلام المشركين. نبيهم فهمهم التوحيد لحد ما المشركين ذاته فهموا. تجي تركب المنبر حزبي وجايبه دكتوراه ومين جامعة المدينة، حامل زحمة في الطيارة يا أخي. إن كان جابوا لنا تيس ركبوه كان أكلنا لحم واستفدنا منه خير من الجدة. دكتوراه قال من جامعة المدينة، جاي طاير من هناك وعامل زحمة في المسجد النبوي وعامل زحمة جموة زمزم، خسارة. يجي من هناك يطلع المنبر التوحيد لذيذ، لذيذ ده هناك في الأمارات. تكلم وفصل للناس، فصل للناس توحيد يعني شنو؟ ما تستغيث بغير الله. القبب دي بتخالف التوحيد، والأضرحة والشيوخ والفقراء والطرق الموجودة دي كلها. بين للناس وجيب المدايح الشركية دي، فصلها للناس إنه ده شرك، وإلا ربنا علمك، علمك ورفعك. وحافظين القرآن، حفظهم القرآن، حفظوا جزء كبير من السنة، وده عنده دكتوراه في العقيدة، وداك دكتوراه في شنو كده الفقه، وده دكتوراه في شنو ما بعرف الأشاعرة ومذهب أهل السنة. وفشل، فشل يا أخي. يجيبوا مع مناظرة مع اللي زيرك مرمض به والواطة ومسح به والجزمة، شال له آيباد، تقول جاي ياكل اسكريم لولي، يشخط في الآيات في الآيباد، يشخط في الآيباد كده، وده ينشر بالشرك، وده شغال يكشر بالآيباد. ده محل قشرة يا بليد. تضيعوا الزمن وتضيعوا المنهج وتضيعوا العقيدة في قلوب كثير من الناس يا أخي. وبعد ده ما بيخجلوا، بعد ده والله أريته لو مشى قفل نفسه وخجل واستحى على دمه. لكن إذا لم تستحي فاصنع، بعد ده فاصنع ما شئت. بعد ده ما بيستحي. رئيس المجلس العلمي، هو أنه المجلس هو طرابيزة ما عنده مجلس، ما في غرفة، ما في أي حاجة، هو هبوب نمور من كراتين يا أخي. دي أفلام كرتون والله، دي ما حقيقة أصلا. وده رئيس المجلس العلمي ما قادر يناظر ذول، مشرك، ما قادر يقول لا الله واحد وشغلكم ده شرك، ما دي ما قادرة. قال لي أسمع، بن باز كفر الصحابي، شفتوا؟ هاي قال شفتوا، قال كده ثبتت على شنو؟ على بن باز رحمه الله. وحاشا، بن باز ما كفر صحابي. هو الكلام اللي في فتح الباري تعليق بن باز سعيد، جبنا الفتح ذات ونفس الصفحة، الشيخ بن باز بيدافع عن الصحابي، قال ما ممكن الصحابي يعمل كده أصلا، قال فالأثر ده ضعيف ما صح عنه، لأنه ما ممكن صحابي جليل يسوي كده. يبقى بن باز كفر الصحابي ولا دافع عنه؟ هي المجرمين وما دارين يقروا إنهم جهلة.
شيوخ بتاعنا الحزبين ديل ما دار يعترفوا، وبعدها في ناس متابعينهم صاحبكوا قلة قليلة يعني بعدد أصابع اليد، لكن بعد ديل ذاتهم القلة ديل ما دار يعترفوا. عشان تشوف الحزبية والعصبية والتصوف الذي جاء بثوب جديد، ده ذاته نوع من التصوف. يقول لك لا 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 ما تردوا على شيوخنا، ده تصوف ولا ما تصوف؟ تصوف.